ضرب فصل الشتاء مبكرا هذا العام محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية، وأغرق بعض المناطق بالسيول والأمطار الجارفة التي أدت إلى وقوع إصابات ووفيات، بالإضافة إلى إغراق البيوت والشوارع خاصة في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، وكذلك وقوع العديد من حوادث الطرق، لا سيما انقلاب الأتوبيس السياحي بطريق ناسوهاج بالكيلو 110. ففي مدينة رأس غارب اقتحمت مياه السيول منازل الأهالي وأغرقت الطوابق الأولى منها، وتسببت قوة المياه في جرف عدد كبير من السيارات من أمام المنازل للأماكن الأخرى، مما أدى إلى وقوع 7 وفيات و23 مصابا، ودفعت القوات المسلحة ومجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من السيارات لشفط مياه السيول. وخلال تفقده للآثار المترتبة على السيول بمنطقة رأس غارب، استمع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمطالب أهالي المدينة والمتضررين، ووجه بضرورة الإسراع لتوفير كافة الخدمات وأوجه المساندة اللازمة وإجراء حصر شامل بكافة الأضرار الناجمة لتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين. وتعرض طريق قنا سوهاج بالكيلو 110 لسيول غزيرة، مما أدى إلى وقوع حادث انقلاب أتوبيسين وسيارة تريلا وسيارة نصف نقل، كما عثرت فرق الإنقاذ محافظتي قنا وسوهاج على 7 جثث جديدة من ضحايا السيول، كما شهدت قرى الصوامع شرق والجلوية وبني واصل ونزلة الحاجر بمركز سقلطة بمحافظة سوهاج نزول مياه السيول من أعلى الجبال الصحراوية في المخرات دون خسائر في الأرواح. وشهدت أماكن متفرقة بمحافظة السويس سقوط أمطار خاصة بجبال عتاقة والعين السخنة، حيث أسفرت الأجواء عن انهيار جزئي لمنزل مكون من طابق واحد دون وقوع إصابات بشرية. يأتي هذا فيما أغلقت هيئة الطرق طريق العين السخنة زعفرانة بسبب شدة ضرب السيول للطريق. وأغلقت الأمطار الغزيرة طريق الفرفرة أبو منقار الرئيسي بالوادي الجديد والواصل إلى مركز الدخلة، وذلك بعد أن تعرضت مدينة الفرفرة لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار والسيول التي أغرقت الطرق. احنا معانا على تليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. مساء الخير يا دكتور خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا دكتور. خلينا الاول ندقق كده ونتاكد من الرقم، يعني اعداد الضحايا، ضحايا السيول كام بالظبط والمصابين وحالهم؟ هو اولا طبعا بعد تعرض البلاد للامطار الغزيره في الفتره من يوم الخميس الموافق 27/10 الخميس صباحا وحتى يوم السبت الموافق 29/10 اليوم الان، اجمالي عدد المصابين 72 مصاب. أيوة. واجمالي عدد الوفيات 19 حاله وفاه، نتقدم بخالص التعازي لاسرهم. 19 يعني حاله وفاه و72 مصاب. 72 مصاب. الحالات المصابين الحمد لله يعني هي كلها اصابات طفيفه، كدمات وحاجات في اماكن متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمختلف المستشفيات، وفي حالات كثيره منهم بالفعل خرجوا والمتبقي تحت العلاج ولكن حالته مستقره تماما. طب قول لي يا دكتور خالد، 19 دول بالسبعه اللي اتقال ان هم تم العثور على جثثهم النهارده؟ ده 19، ده العدد الاجمالي يا فندم. دي يعني حوادث في محافظه جنوب سيناء، في 9 مصابين وواحد وفاه. محافظه بني سويف 5 مصابين ولا يوجد وفيات. محافظه سوهاج 23 مصاب و 8 حالات وفاه. محافظه البحر الاحمر 35 مصاب و 9 وفيات. طيب المصابين حضرتك بتقول الاصابات الحمد لله طفيفه ويقدروا يخرجوا من المستشفى يعني خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله؟ خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله هيكون كل المصابين يعني مش متواجدين في المستشفيات ان شاء الله. طبعا وزاره الصحه، انا عايزه بس يعني اتفضل دكتور خالد، يعني بس وضح لي برضو حاله الطوارئ الخاصه بوزاره الصحه، هل ما زالت موجوده استعدادا لاي حاجه تحصل، طبعاً اي عرض؟ طبعا احنا من اول ما هيئه الارصاد الجويه نسقت معانا من المحتمل حدوث سيول وامطار، طبعا تم رفع درجه الاستعداد في المحافظات اللي هيحصل فيها سيول واتباعا المحافظات الاخرى، لكن كان في اولويه لمحافظات السيول من حيث ان مستشفيات المحافظه اولا بيتم التاكد ان في 25% من الاسره مستشفيات المحافظه خاليه تماما لاستقبال اي حالات طارئه. فيما يخص هيئه الاسعاف عشان اللي بيحصل على الطرق كمان
بالظبط، سيارات الاسعاف بغض النظر ان السيارات المتمركزه على الطرق وداخل الميادين في سيارات الانتشار السريع دي بتجوب محافظه جماعها يعني سواء كان طريق او داخل المحافظه، علشان احيانا لما بيقع احداث في السيول بيكون صعب شويه وصول سيارات الاسعاف نتيجه للمياه المتراكمه في الشوارع. فسيارات الانتشار السريع غرفه عمليات الاسعاف بتوجه السياره لاقرب يعني او اقرب سياره من مكان الحادث. في حاجه كمان انه قطاع الشؤون الوقائيه والامراض المتوطنه ارسل منشورا لوزاره الصحه، انشر منشورا لكل المديريات على مستوى الجمهوريه في الاجراءات الوقائيه التي يجب اتخاذها عند حدوث السيول. وفي نقطه مهمه جدا وهي اذا زاد موضوع السيول واضطرينا ان احنا نعمل معسكرات او مخيمات بيكون في بيلجا اليها طبعا المواطنين اللي تضررت منازلهم زي ما ذكرت زميلي في التقرير. فدول بيبقى في مركز طبي مخصص في كل معسكر لاستقبال الحالات الطارئه وبيبقى في فريق طبي ومستلزمات وادويه. بس يفضلوا موجودين في المخيمات او في الخيام دي مع حاله الطقس السيء؟ يعني اكيد في تنسيق مع جهات تانية بقى لنقلهم لمكان امن برضو. طبعا بس يعني احنا بصفه مؤقته لما السيول بتؤدي مثلا لهدم بعض المنازل او بتاع بنضطر ان هم يعني ينتقلوا لهذه المعسكرات والمخيمات وبتبقى مؤمنه تامين كامل سواء على حياتهم او شيء اخر بحيث ان هم يتواجدوا فيها لحين توفير ماوى اخر لهم. طيب شكرا جزيلا يا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، بشكر حضرتك.